السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة ملكة. مرحبا بنشدات معانا، مرحبا بهم والف مرحبا. كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى المشاركة ديالكم في القناة، كنشكركم جزيل الشكر. هاد الفيديو هذا فلوغ غنجد معاكم الدجاجة محمرة في الفرن بالشعرية الصينية وبلي الصوص. عطاو ليها واحد المذاق يا سلام ما تشبعوش منها. وغنجد معاكم واحد الماسك الطبيعي بثلاثة ديال المكونات فقط متوفرين في بيت، واللي واحد الماسك اللي تيغذي البشرة وتيعطي لها واحدة التغذية واحد اللون متحد رائع جدا. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. الا كيهمكم الامر ضبطوا مني، غندير لكم فلوغ وغنديكم الوحده الاكوا سابوني كيسميوها بالطليانيه. تيبيع كاع المواد ديال التجميل، كيبيع يعني كاع داكشي كله اللي مختص بالتجميل. غندير لكم فيها فلوغ وغنشارك معكم اشنو خديت منه، وغادي نطيب معكم. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا هادشي كله اللي قلت لكم. قبل ما تخرجوا من لاشين، الا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يصلكم كل ما هو الجديد من مطبخي. دابا خليكم معايا باش غادي تشوفوا هاد البلاصه. هادي هذا اكوا سابوني ولا واحد السوبر كبير اللي كيبيع كاع المواد ديال التجميل، وفيه شويه ديال الموعن كما كتشوفوا، داكشي ديال العيد الميلاد بحال داك التخربيق ديال البلاستيك او القراعي ديال الدجاجه. انا دابا الوقت هاد الوقت هادي وقت يعني في العام، يعني في الصيف الطليان كيوجدوا الكوفيتير اللي غادي تديهم العام كله، يعني الناس الكبار ماشي الشباب ديالهم. داكشي علاش كما قلت لكم واخا هاد البلاصه مختصه بالمواد ديال التجميل، فيها حتى القراعي ديال الدجاج. داكشي علاش قلت لكم هادوك القراعي ديال الدجاج كيستعملوهم باش يديروا فيهم المربى اللي كيستعملوها اللي كيوجدوها. اي فواكه عندهم في الدار كيوجدوا به المربى، وتيخزنوها المده ديال العام، كديهم عام كامل. وحتى الصلصه ديال المطيشه، يعني داكشي اللي كيوجدوا في الدار ديما كتكون عنده القيمه، ان ما كاينش فيها يعني المواد حافظه. داكشي علاش فين ما كتمشيو كتلقاو واحد العرام ديال القراعي ديال الدجاج. صافي دابا دخلنا لهاد المحل هذا كما قلت لكم. هذا البلاصه هذه يعني فيها المواد ديال الشعر، المواد ديال لي كريم، يعني اللي مختصين دابا في الشمس، الوقايه ديال الشمس. ضروره البنات تاخذوا هذيك الوقايه ديال 50 50، هي اللي كتحميك من الشمس، ما كتحرقش يعني البشره ديالنا. كتشوفوا يعني الزيتارغان فين ما كتمشيو كتلقاو الكريمات بالزيتارغان، البونات بالزيتارغان. هانتوما كتشوفوا يعني داكشي كله ديال الشعر ايبازي ديالو هو الزيتارغان. اللي كيبقى فيا الصراحه كتشوفوا يعني الزيتارغان، الناس ديال البلاد يعني السواسه كيضربوا تمر على هاد الزيتارغان، ما تيربحوا عليه والو، وكيجاوبو هما كيربحوا ديال الفلوس على الظهور ديال هادوك الناس المساكين اللي كيتعذبوا عليه. وبالنسبه للماسكات ديال الشعر، هانتوما كتشوفوا الماسكات بالزيوت ديال الكوك، يعني كل شيء دابا ولا ارجع الطبيعي. ديال هذا الفيديو كما قلت لكم غنجد معكم واحد الماسك طبيعي 100% اللي كنعتمد عليه، يعني واخا تكوني عيانه ولا تكوني مدقدقه ما فيك ما يدير حتى حاجه. كتاخدي هذا الماسك يعني بهذوك المكونات طبيعيين كما كتشوفوا. انا دابا كل شيء رجع للطبيعي، المواد الطبيعيه ديال التجميل، يعني فعالين جدا وصحيين بدون المواد الحافظه. هادو الجهه هذه كلها مختصه باللوان يعني ديال الشعر، وفيهم حتى الصباغه ديال الشعر بالزيتارغان، وفيه كاع اللوانات اللي بغيتو. ما كنديرش لي شعر البنات غير كما قلت كما طلبتو مني. كتقولوا لي مره دير لنا فلوغات باش نشوف شنو الجديد، شنو كاين يعني في السوق، خصوصا دابا الناس يعني اللي ما تيخرجوش وما عندهمش القناه باش يخرجوا، تقدروا تاخذوا الفكره في هذا الفيديو هذا.
هانتوما كاينين هنايا الماسكات ديال الوجه، يعني مختصين بالوجه، المواد بالمواد الطبيعيه. كاين البطين، ارجيلا زرقاء، كاينين بطين ابيض، كاينين ب شنو سميتو بالفاخر، يعني كيطحنوا الفاخر كيديروا معاه شي مواد اخرين وكيديروا به الماسك. كاين بالخرقوم، كاين بالسيترغان، كاينين بزاف ديال الانواع ديال هذا ديال الماسكات. وكاينين فيه نس التخفيض، هانتوما كتشوفوا بانوا ليا يعني التخفيضات في هاد الماسكات هادو. كريمات ديال الجسم، يعني كاينين الكريمات اللي تيعاونوا زعما الدوره الدمويه، كيساعدوا على الدوره الدمويه وتيحلوا المسام وتيساعدوا، يعني بالنسبه للناس اللي تيبغاو يضعفوا كاينين بعض الكريمات مختصين بهذا المشكل هذا، يعني بالناس اللي يبغاو يحرقوا الدهون وداك الشيء. ولكن الصراحه انا البنات راه ما كاينه شي كريمه اللي كتحرق الدهون، راه داك الشيء كله كذوب. حاجه واحده اللي كتحرق الدهون البنات، التغذيه المتوازنه والرياضه، ضروري المشي يوميا، حيت الا ما الا درتو مثلا الريجيم ما كتخرجوش ما كديروش الرياضه، اللحم ديالكم كله كتضعفوا واللحم ديالكم كيطيح وانتم كتعياو كتحسوا بارهاق من هذاك الوزن اللي طيحتو. ولكن ملي كديروا سبورت كتاكلوا التغذيه المتوازنه، كتاكلوا مثلا بحال بزاف ديال الخضار، كتكثروا من الخضار، كتاكلوا شويه الحوت شويه اللحم، يعني ديال الدجاج ولا اي لحم، غير كتنقصوا من الحلويات وكتنقصوا يعني من من الدهون، وكتكثروا من المكسرات. يعني المكسرات هادو كيعاونوا تيعطيو الطاقه وكيعاونوك حتى تطيحي الوزن، ان ملي كتاكلوا مثلا كتشربي العواصير ديال المكسرات، اي مكسر عندك في الدار، اللوز ولا القرقاع ولا البيستاش ولا كاوكاو، العواصير ديال ديال هاد المكسرات هادو، كيشبعوا. كتشربي مثلا كتفيقي في الصباح كتاخدي واحد الكاس كديري فيه شويه واحد حفنه ديال القرقاع ولا اللوز ولا البيستاش، كدير فيها الماء، كديري واحدة العصير ديال الحامضة، كديري بنانة ولا التفاحة ولا الديس اللي عندك في الدار، اي حاجة يعني عندك في الدار، ولا واحد بوعويدة ولا واحد الخوخ، يعني نيت في هاد الوقت راه موجود، كطحني مزيان حتى كيولي على الشكل ديال العصير، صافي كتشربي منه هاد العصير البنات بدون يعني ما ديروش لا فيه لا السكر لا العسل، صافي كتشربوه يعني كل ما كتحسوا بالجوع كتاخذوا هذا العصير، هذا كيعطي واحد الطاقه رائعه جدا وتيشبع وتيحيد الجوع وتيخليكم تاكلوا شويه. انا هذا البنات من خلال التجربه ديالي، كنت يعني كانت واحد المده بغيت نطيح الوزن، يعني ما عرفتش يعني اشنو ندير، مشيت عند الطبيب عطاني واحد الريجيم، يعني واحد الريجيم محدود، مثلا يعطيوك تاكل 100 غرام ديال هذا ديال الخبز في النهار، يعني ملي كتعرفي بلي غتاكل غير 100 غرام ديال الخبز في النهار كتمرضي. الخضار داك الريجيم الصراحه كي كتحسي بارهاق وكتحسي بالعياء وكتحسي، ولكن ملي كديري الريجيم الراسك احسن حاجه البنات، انكم هاد العواصر يعني الطبيعيين وتيعطيو الطاقه كما قلت شبعوا. ملي كديري الريجيم راسك تاكلي اي حاجه غتاكلي منها شويه، ماشي تحيدي كلشي في مره، حيت ملي كتعرفي راسك باللي حيدتي كلشي راسك كتمرضي، والحاجه اللي حيدتي راسك عاد انت كتبغيها وكتعشقيها. ولكن الا درتي الريجيم راسك كل حاجه تاكلي منها شويه، مثلا داكشي اللي كنتي كتاكليه من قبل تاكلي قل منه، تنقصي غير من داكشي اللي كنتي كتاكلي من قبل كتنقصي منه، هذا بحد ذاته راه غيعاونك باش تطيحي الوزن. وملي كدير هاد العواصر كيعطيوك الطاقه وتيشبعوا كما قلت لك. والرياضه ضروري، الرياضه بنادم اللي بغى يضعف ولا حتى بنادم اللي ما يبغيش يضعف الرياضه يديرها،
كتعاوننا باش ننعسو مزيان، كتعاوننا باش نرتاح، وكتعطينا الطاقه، كتنسينا يعني في الهم. يعني واخا تكوني يعني عيانه وتكوني مدقدقه كتخرجي ديري الرياضه، واخا غير المشي، ماشي ضروري تمشي للصال ولا تمشي للبيسين، مشي غير تمشي تمشي تمشي، ديري اي موسيقى كتعجبك في ودنك وكتصنتي ليها في التليفون، يعني تسكريكاها تشارجيها يعني من التليفون وديريها تصنتي ليها، تبقاي تمشي حتى كتحسي بالعيا كترجعي للدار، كتكون عندك الطاقه حتى كيفاش يعني تعتني بدارك وبوليداتك. معكم هذا الشهاده، ان حتى انا بعض المرات كنحس بالعيا، كنحس بالارهاق، كنحس، ولكن الصراحه ملي كنخرج يعني غير كنتمشى، بلا ضروري، ماشي ضروري كما قلت لكم تمشيو للصال، غير المشي تبقاو تمشاو تمشاو البلاصه، يعني البلاصه اللي درت لكم فيها فلوغ، يعني دابا كاينه الطبيعه، البلاصه اللي فيها الطبيعه وكتشموا الريح الطبيعه وكتشموا يعني ريحه الهواء نقي، اما البلاصه اللي فيها الناس يعني بزاف فهذه يعني الفترة هذه من الأحسن الواحد يبعد عليها، بحال السوق شوية كيشكل خطر على الصحة ديالنا مع هذا المشكل هذا اللي كاين دابا في العالم كله. كنتمنى من سيدي ربي صراحة، أنا كنفضل دائما البلايص اللي فيهم الطبيعة، ما كيكونش بنادم، كتمشي وكتصنت الموسيقى ديالك حتى كتحسي بالعياء، كترجعي تاني لدارك كتدوشي وكترتاحي، كتحسي يعني بواحد الراحة، راحة صراحة تما، وكتكون عندك يعني الطاقة باش ديري شحال من حاجة. أنا الصراحة يعني الضغط ديال الحياة وديال العمل وديال راه ماشي سهل على أي واحد، مرة كنخرجوا باش نساو علينا هاد الهم، حيت ملي كتبقاو غير في الدار، وجد هادي جمع هادي دير هادي دير هادي، ومن بعد الخدمة الواحد صافي كيتخنق، كتحسوا براسكم يعني مخنوقين. ولكن مرة بس الواحد يخرج من الروتين اليومي، تمشيو تشريو شي حاجه باش تعتنيو براسكم، اولا ديروا مقادير ديال الدجاجه ديال يعني بالصلصه ديال السوجا. كنحتاجو الصلصه ديال السوجا، جوج المعالق كبار، جوج المعالق كبار عامرين ديال السينابي، جوج المعالق كبار ديال هاد الصلصه هذه. ما كنديرش لشهر البنات، بغيت غنشارك معكم هاد النوع انواع ديال الصلصات اللي استعملتهم. خمسة ديال الدروس ديال التومة، شوية ديال القزبور، شوية ديال البصلة واحدة، دجاجة ديال كيلونس اللي ديجا خديتها في الليل، غسلتها مزيان ورقتها في الزعيط، خديت الكاملة عمرتها بالماء، درت فيها واحد حفنة ديال الملحة، درت فيها حفنة ديال الزعيطرة والحامض، وخليتها ترقدت في هذاك الماء المده ديال الليله كامله. الغدا خديتها وخليتها باش تسقطر من الماء. جوج الكيسان عامرين ديال الماء. وبالنسبه للتوابل كنحتاج شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم البلدي، وشويه ديال المروزيه، وشويه ديال الملحه، وشويه ديال الزيت النباتيه. هذا الشيء اللي كاين في المقادير. دابا غندوزو للطريقه. واحد بول كنديروا فيه التوابل، غنديرو القزبر، وغنديرو الثومة، البصلة غنخليوها على الجنب، من بعد غنديروها في الكاملة، وغادي نزيدو جوج المعالق كبار عامرين ديال الصلصة ديال السوجة. هاد الدجاجة صراحة كتجي رائعة جدا. وغادي نزيدو جوج المعالق كبار ديال الخل، غنزيدو جوج المعالق كبار عامرين ديال هاد الصلصه هادي. هاد الصلصه حلوه، كتعطي واحد المذاق، يعني الصلصه ديال الحوت كتعطي واحد المذاق لهاد الوصفه رائعه جدا. كتستعملوها بزاف ديال الوصفات، يعني في الشعريه الصينيه وبزاف ديال الوصفات. وغادي نزيدو جوج المعالق كبار ديال السينابي، قال سميتو الخردل بالعربيه، والله ما عرفتش، ما نكذبش عليكم، بالطليانيه سميتو هذا السينابي. ها هو كنديروا جوج المعالق كبار، هو هذا، ما كنديرش لشهر البنات، بغيت غير نشارك معكم كما قلت لكم داك الشيء اللي كنستعمل. صافي كنزيدوا شويه ديال الماء، تقريبا جوج كيسان ديال الماء، وغادي نخلط هاد العناصر كلهم مع بعضهم، وغادي نرقلو فيهم الدجاجة ديالنا ونخليوها في الثلاجة المدة ديال الليلة كاملة حتى كتشرب لينا هاد العناصر كلهم. انا ديجا رقدتها في هذا
كما قلت لكم فالزعتره والملحه والحامض. ليت الدجاج ديالي على العافيه هاديه المده ديال ساعه، من بعد ساعه طفيت عليه ودرته في الفران، شعلت الفران 180 درجه، درت عليه شويه ديال الزبده وشويه ديال اليازير ودخلته للفران كيتحمر، وخديت شويه ديال الكروم قطعته وخليته حتى سقطر من الماء، ودرته في واحد المقله مع شويه ديال الزيت العود وخليته حتى طاح كما كتشوفوا. وخديت واحد الباكيه ديال الشعريه الصينيه خويت عليها الماء غليان وخليتها حتى طاحت كما شفتوا، قطعتها وصفيتها، ودابا غنديروها مع المرق ديال الدجاج. غادي نرجعوا الكاميرا ديالنا لفوق العافيه هاديه حتى مجهده، بغيت نقول حتى كتشرب ليا الشعريه الصينيه هاد العناصر كلهم، ونعاودوا نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الطبق. صافي هانتوما الدجاجه ديالي خلطت مزيان ديك الشعريه الصينيه مع هذوك المرق حتى نشفوا، شربت ليا الشعريه الصينيه هذوك المرق ديال الدجاجه. الدجاجه كما قلت لكم درتها في الفران حتى تحمرت وخدات اللون الذهبي، ودرت عليها شويه ديال اليازير وشويه ديال الزبده. اليازير كيعطي لها واحد المذاق يا سلام، والزبده كتعطي لها حتى هي المذاق. الدجاجه كتجي فتيه وكتجي محمره وخدات يعني اللون الذهبي. صافي كنخرجوها وكنقدموها بالصحه والراحه. هانتوما كتشوفوا اكله صيفيه منعشه ولذيذه وسهله ومهله، وكتصوب في الدقائق وسهله. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر في الكومونتير. غنجد معكم واحد الماسك هائل ورائع جدا بثلاثه ديال المكونات فقط، تيبيض البشره ديال الوجه، تينقيها وتيغذيها بواحد الشكل عجيب بالمكونات اللي عندنا في الدار ومتوفره في منزل. درت المعلقه الصغيره عامره ديال القشده، كنديروا المعلقه الصغيره عامره ديال العسل الطبيعي، راه موجود بالنسبه للبنات اللي هنا في الطليان، موجود يعني تلقاوه في الكوك، تلقاوه في ورسبين، وكاينين حتى هذوك بعض الناس هنايا في هنا فين كنسكن. بالناس والبنات اللي ساكنين هنايا فين كنسكن انا، راه الا خرجتوا على المدينه راه كتلقاو يعني الناس اللي كيبيعوا العسل يعني الطبيعي 100% ديال النحل، ما كيعرفوش ان هنا الحمد لله يعني الطبيعه كاينه، موجود الربيع، موجودين اشجار، موجود الورد، يعني كل شيء موجود باش النحل ديالهم ما تيحتاج يعلفوه يعني باش يدير العسل. داكشي علاش كنقول لكم يعني العسل ديالهم طبيعي 100%. غادي نزيدوا على الماسك ديالنا واحد المعلقه صغيره عامره ديال الحليب النيدو، المعلقه الصغيره عامره ديال الحليب النيدو. كما شفتوا دابا الناس كلهم رجعوا للطبيعي، المواد يعني الطبيعيه كاع الناس رجعوا ليهم. كما شفتوا فين درت لكم فلوق فاكوا الصابوني تيبيعوا كاع المواد ديال التجميل، كلشي دابا الطبيعي، الماسكات بالخرطوم البلدي، الماسكات بالعسل، الماسكات بالسكنجبير، يعني انواع ديال عندهم بزاف ديال الانواع ديال هذا ديال الماسكات الطبيعيه. اذا اللهم عوض ما نشريوها نصوبوها في الدار، سهله ومهله بالمكونات اللي عندنا في الدار. صافي ها الماسك ديالي واجد، كنغسل وجهي مزيان بالصابون، اي الصابون كتستعملوه في الدار، والماء الدافي. من بعد كنمسح وجهي، كندير عليه هذا الماسك هذا، كنخليه لمده ديال 20 دقيقه حتى كينشف. صافي كنحيدو على الشكل ديال القماش. صافي كنغسل وجهي بالماء الدافي وكنشفوه، وكنديرو اي كريم عندنا. انا بالنسبه للكريمات اللي خديت هذا اللي خديت انتما كتشوفوا، وخديت هذا الكريم هذا ديجا خليتها هانتوما كتشوفوا، ما كنديرش شهر البنات، بغيت غير نشارك معاكم من 30 عام الفوق، دائما يعني قل من 30 عام ما يستعملش هاد الكريمه هذه، من 30 عام الفوق، ان كل لاج يعني مختص بالكريمه ديالو، ان كاينين هادوك ديال 30 عام الفوق الا داروهم البنات اللي قل من 30 عام كيحرق لهم البشره انهم مجهدين على البشره، اولا مثلا من 40 عام الفوق ديرهم وحده اللي عندها 30 عام، ولا 30 عام قل من 30 عام
هذا كيأثر على البشره ديالها، كل بشره كيديروا ليها لاكريم ديالها. انا خديت 30 عام للفوق، ها انتم كتشوفوا ديجا انا جربت هاد لاكريمه عجبتني ديال الليل وديال التجاعيد، يعني كنغدو بها الوجه ديالنا كل الليله كنديروا هاد لاكريمه هذه. مره مره كيديروا فيها التخفيضات. صافي ها انتم كتشوفوا لاكريمه، يعني الماسك ديالي تقدروا ديروه جوج مرات حتى ثلاثه ديال المرات في السيمانه، تقدروا ديروه كل نهار ما غيدير لكم حتى حاجه. هذا الماسك يعني ساهل وماهل وكيتصوب في الدقائق، واخا كتعكزوا يعني غادي توجدوه في الحين. وهاد الكريمه هذه نوطي حتى هو تيغذي البشره، هذا ماشي ديال التجاعيد غير تيغذي البشره. انا ما كنديرش لشعر البنات، بغيت غير نشارك معكم كما طلبتوا مني الكريمات اللي كنستعملهم. وهذا هو اللي كما قلت لكم ديال التجاعيد، حتى هو ديال الليل راه زوين، ديال الرمان يعني فيه الرمان ها انتم كتشوفوا. ديجا كما قلت لكم جربته ولقيته عجبني الصراحه، داكشي علاش كنعتمد عليه كنجيبوه دائما. كل ما كنمشي لاكوا الصابوني كناخذو وما كنديرش لي شعر كما قلت لكم. صافي هذا هو الماسك وهذا هو الكريم ديالي، كنتمنى يعجبكم وتجربوه وتردوا عليا الخبر في الكومونتير. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم. في الاخر ديال الفيديو غنخليكم مع الطبيعه كما طلبتوا مني، كاينه بزاف ديال البنات كيقولوا لي عاود صوري لنا الطبيعه ودري لنا بلوكات. انا كنحاول ندير ما في جهدي، كنتمنى نكون عند حسن ظنكم وكنتمنى يعجبكم الفيديو. الا عجبكم وتجربوا الوصفات ديالي ويعجبوكم وتردوا عليا الخبر في الكومونتير. الا عجبكم الفيديو قبل ما تخرجوا من لاشين ديروا لي لايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يصلكم كل ما هو جديد من المطبخي. ما تنساوش تسناوني غدا ان شاء الله فيديو جديد. الى اللقاء.